تفضل استاذ علي. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك مولانا؟ والله بخير حال. شنو سؤال الحلقة اليوم؟ سؤال الحلقه: نريد تفسير سوره التحريم من الكتب الشيعيه. حلو، انت اتوقع البارحه، ما اعرف اول البارحه، هم نفس السؤال لحد الان بعد مو؟ تفضل. راح اجيب لك التفسير من علي بن ابراهيم القطني. تفضل. ما العلم التفسير من قراءته مش مزيح من روحي، انه عندنا هذا كتاب بحق قيدة نحن. اتفضل اشمئز براحتك، بس اقرأه للناس. المهم من بداية الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لحده العلي الحكيم، أخبرنا أحمد بن دريد، حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين اللي رواه. المهم قال اطلعت عائشة وحفصة، اطلعت عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وآله وهو مع ماري، فقال النبي صلى الله عليه وآله والله ما أقربها، فأمر أن يكفر يمينه، فأمره الله أن يكفر يمينه. قال علي بن إبراهيم اللي هو الراوي مال الأم نفسه، قال كان سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بيوت نسائي، وكانت ماري القبطية تكون معه تخدمه، وكان ذات يوم في بيت حفصة، فذهبت حفصة في حاجة لها، فتنقل رسول الله مع ماريا، استغفر الله، ما داخل بعقله، فعلمت حفصة بذلك فغضبت، وقبلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت يا رسول الله هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي. إلى نهاية التفسير يا شيخ. كمل كمل كمل. شيخ لا يعني كمل كمل. حقيقة. كمل أكمل باقي؟ كمل. أيوة كمل. فاستحيا رسول الله منها، فقد كف قد حرمت ماري على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا. يعني اللي تنمت من التفسير أنه يعني استغفر الله رسول الله فعل شيء مع ماري، هذا التفسير الصحيح مال الكتاب صح؟ اللي شلون؟ كمل كمان كمل كمل. حرمت ماري على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا، وانا افضي اليك سرا، لان انت اخبرت بي فعليك لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. قالت نعم ما هو؟ فقال ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي، ثم من بعده ابوك. بس كفايه كده بهذا. قال كفايه كده. نسال بقى السؤال بغض النظر عن صحه الروايه. السؤال: من الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصه العسل اللي موجوده عند اهل السنه والجماعه، ولا قصة المشؤومة ديت؟ من الأولى باللعن؟ من الأولى باللعن؟ تريد شيخ تفضل كرأي جيل أو كرأي نعم. إنسان عاقل؟ نعم تفضل. لا كرأيك إنسان عاقل، كإنسان عاقل، إنه هذا الكتاب اللي فيه هاي الرواية مستحيل إنه يكون صاحبه مسلم، مو أقول لك مؤمن، مسلم خلاص يعني نهائياً. طب يعني هو ده ليس طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس من باب الأولى الشيعة يلعنون علي بن إبراهيم القمي ويلعنون من أتى بهذه الروايات السفيهة بدل لعنهم للسيدة عائشة، ويقولون أن السيدة عائشة آذت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن واحد من 60 في 70 يكتب رواية زي دي في النبي صلى الله عليه وسلم على ألبوم زي العسل، حلوة جميلة. الشيخ شيخ وليد تفضل. حقيقة جوزاني الشيعي الشجاع الوحيد اللي حكيت الحق. الحمد لله والله. يعني حكيت الحق، والشيخ يعني صار بي ارهاق، يعني 24 سنة كنت كلها على كذب الكذب. يعني 24 سنة ضاعت من حياتي كانت على يعني على عقيدة حقيقة باطلة. نعم. يعني عقيدة يعني كلها طعن زوجات النبي، طعن بالصحابة، وأنه هذا الكتاب على أساس يعني كتاب عندنا منزلة على القمي كمان. يعني ماني ورا ما شفت الحلقة، أول ما شفت الحلقة عندك نفس السؤال ما انتبهت البارحة همين، اليوم اللي فتحت وقلت أنا أشرع يعني أحكي صدق، ليش نظل كتمين عن الحق؟ نعم والله يا شيخ 24 سنة راحت من حياتي هربان من الثورة. طب وإيه اللي خليك تكمل بيت حياتك في التشيع؟ الله شيخ، أنا أبويا معمم
الله المستعان. على العموم فكر يا ابني برضو كويس، واحنا ان شاء الله وتابع البرنامج وان شاء الله خير. لا لا خلاص يعني شيخ وليد، خلاص وصلت الى نهايه يعني عميقه، انه اللي انا دام شعري غلط حقيقه، يعني هسه انا من هارد احكي. الحمد لله الحمد لله. شنو شبيل يعني، يعني ممكن الله يغفر لي هاي السنوات الراحه؟ طبعا طبعا طبعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل الله عز وجل من الممكن أن يبدل سيئاتك حسنات كمان، ولكن الأهم حاجة التوبة الصادقة. زين يعني الثاني يعتبر مسلم؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا أنا تبرأت من كل الأفعال السابقة التي فعلتها، فأنت من الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى مسلم. لا يعني أنا سابقا، أنا حتى سابقا يعني ما أقول لك تقية أو شيء، بس يعني ما أسلم، ما علي يعني صلاتي بس. إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني ادخل على الشيخ عثمان الخميس الصلاة، اكتب الصلاة الشيخ عثمان الخميس، ما شاء الله عامل مجموعه كده، مجموعه فيديوهات تعلمك الصلاه الصحيحه والوضوء الصحيح كمان. السعودي عثمان الخميس. الايه؟ السعودي عثمان الخميس مو؟ يقول السعودي. لا 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 كويتي، هو كويتي. والله ما ادري. اكتب كده الشيخ عثمان الخميس الصلاه. واكتب الشيخ عثمان الخميس الوضوء. هتلاقي ان شاء الله ليه فيديوهات للصلاه، تعليم الصلاه وتعليم الوضوء. وعلى العموم خلي الكنترول ياخد الرقم بتاعك ان شاء الله ويبعتهم لك، يبعتهم لك على واتساب. خد يا اخوانا الرقم بتاعه وابعتهم لنا على الواتساب. الله اكبر.